في أولى مواضيعنا للنقاش لنهار اليوم سنتحدث عن السياحة الصحراوية التي تعرف انتعاشا وازدهارا إن صح التعبير خلال هذه الفترة من السنة، أين يقبل الكثيرون على تمضية عطلة نهاية السنة في الصحراء. لمناقشة هذا الموضوع أربط الاتصال عبر الهاتف بالسيد نور الدين نمار، رئيس مصلحة بمديرية السياحة بولاية أدرار. صباح الخير سيد نمار، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. شكرا جزيلا. إذن سيد نمار، كما ذكرت في هذه الفترة من السنة يكثر الإقبال على السياحة الصحراوية، وإن صح التعبير يعني في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة محبوبة ومطلوبة بامتياز، سواء كان من سياحة داخلية أو حتى من الأجانب. حدثنا، يعني نحن اليوم بقي يوم على نهاية السنة، أنتم في مديرية السياحة، هل سجلتم انتعاشا في خلال هذه الأيام؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكركم أولا على اهتمامكم بهذا القطاع اللي هو قطاع حقيقة حيوي واستراتيجي. احنا كقطاع السياحه على مستوى الولايه، التحضيرات دائما متواصله عند افتتاح الموسم السياحي. ما يخفاكمش بالموسم السياحي الصحراوي يبدا من شهر نوفمبر الى شهر ابريل او ماي من كل سنه. احنا دائما كما سبق وان قلت التحضيرات متواصله، وذلك باللقاءات مختلفه مع القطاعات ذات صله بالقطاع. نديروا اجتماعات أولية ونشاركوا أو نضبوا بعض الملتقيات لتتعلق بالسياحة. ما يخفلكمش أن كل الملتقيات أو التظاهرات التي تندار في هذه الفترة احنا كقطاع سياحة نستفيد منها بزاف، إما أن ننظمها بصفة مباشرة أو نستغلها، وذلك ببرمجة زيارات سياحية لضيوف للولاية لاكتشافهم لكنوزنا على مستوى الولاية. نعم سيد نمار، ربما قبل الحديث عن الإقبال أنت قلت أن الموسم بدأ في شهر نوفمبر، إذن ربما في أرقام أنتم باعتباركم مديرية السياحة لولاية أدرار، هل هناك يعني دائما يطرح مشكل المرافق، هل هناك مرافق وفنادق، يعني لو تحدثنا عن طاقات الاستيعابية والمرافق التي تستقبل بها ولايتكم سياحها؟ حاليا الى غايه ديسمبر 2023 الولايه لديها 13 مؤسسه فندقيه بمختلف اشكالها، لكن كما تعلمون ان اضرار ولايه واسعه جدا، فهذا القدر غير كافي لحد الان، لانه كما ان هناك حوالي تقريبا 100 مشروع في طور انجاز. حنظر كان مؤسسه فندقيه اللي راهي قيد استغلال، لا بأس راهي تقوم بدورها بصفة جيدة، لكن النقص مازال تعاني ولاية كولاية كبيرة جدا بالنقص من مؤسسات فندقية، ولكن احنا كقطاع نسعى دائما الى مرافقة. نعم سيد نمار، الحكومة دائما تركز على السياحة الداخلية، وإن تحدثنا عن السياحة الداخلية لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن السياحة الصحراوية. هل من مشاريع جديدة، هل من ميزانيات جديدة خصصت لإنعاش السياحة في المنطقة؟ الدولة يعني وفرت كل الإمكانيات وكل الوسائل اللازمة للنهوض بهذا القطاع، وأخص بالذكر إجراءات تحفيزية لفائدة الاستثمار السياحي. ما يخفاكمش أن كنا نقارن بلادنا مع البلدان الأخرى في البلد الوحيد للمستثمر يدي قطعة أرض مجانية بصفة مجانية ليقوم بمشروع تاعه. هذا تسهيل كبير من طرف الدولة لمرافقة وترقية الاستثمار السياحي.
نعم. طيب سيد نمار، لو نتحدث عن تقييم أولي لبداية موسم السياحة الصحراوية منذ نوفمبر إلى غاية ديسمبر، هل هنالك ارتفاع ربما في انتعاش في الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، وما هي أهم المناطق السياحية التي تكون مقصد السياح؟ بالفعل هناك لو كان قرروا سنة 2023 الأشهر الأخيرة لسنة 2023 مقارنة بالسنوات الماضية هناك انتعاش ملموس وهناك زيادة معتبرة في عدد السواح المتوافدين إلى الولاية، وهذا راجع إلى عدة عوامل أهمها كثرة التظاهرات والملتقيات. لا مؤخرا في نهاية السنة هناك 3 ملتقيات في الولايه، وبالتالي هذا يؤدي الى وخلق حركه غير عاديه من حيث الزوار الذين يتوافدون من مختلف الولايات الى ولايه اضرار. ضف الى ذلك في السنوات الماضيه 2021 2020 كانت جائحه احد الكورونا يعني حالت دون قيام باي اجراء، وذلك فان المواطنين شو كما نقولوا بالدرجه عطشانين، وبالتالي فاجوا بكثره لحد الان. لان سنه 2023 بمقارنه مع سنه 21 سنه 2020 فهي بعيده كل البعد عن السنوات الماضيه من حيث العدد السواح المتوافدين على الولايه. نعم، هل تتوقعون ربما ارتفاع في عدد السياح أو الوافدين على هذه الولاية خلال الفترة المقبلة، فترة نهاية السنة والعطلة الشتوية؟ طبعا، لأن القطاع السياحي على مستوى الولايات الصحراوية هي قطاع نشاط موسمي، لأن يعني هذا لأسباب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف. إذا الوقت هذا أو المرحلة هذه هي الموالية، هي المرحلة لتتماشى مع ما يريده السائح، وبالتالي فينتظرون بشغف نهاية السنة لزيارتهم للمواقع السياحية وللأماكن التي تزدخر بها هذه الولاية، ولاية أضرار. نعم. طيب سيد نمار، باعتبارك منتمٍ لقطاع السياحة، في الفترة الأخيرة ربما شهدنا ترويج سياحي من نوع آخر، اليوم الشباب يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف المنصات، يحاولون الترويج لبعض المناطق التي يزورونها، في رأيكم هل هذه الخاصية الجديدة وهذا التطور الحاصل في هذا المجال أعطى دفعاً جديداً ربما لحركية السياحة وتوافد السياح على المنطقة؟ بالفعل هناك عديد من الشباب على المستوى الوطني يعني يروجون لصالح لفائدة السياحة عن طريق التكنولوجيا كما الانستغرام ولا الفيسبوك، هذا يساعد كثير السياحة. وما ندخل فيما يسمى السياحة الافتراضية، كثير من المواقع يعملون لصالح السياحة، وهذا شيء مشرف ونحن نثمنوه كقطاع سياحة، لأن القطاع يستفيد من هذه الإجراءات بصفة كلية. نعم، أنتم كمديرية السياحة هل تعملون على ربما إنعاش هذا الجانب ربما الترويجي للسياحة عبر الوسائط الجديدة؟ هناك قطاع سياحة، يعني هل هناك مديريات أو إن صح التعبير يعني خلية أو خلايا مختصة من أجل الترويج للسياحة الصحراوية في منطقتكم؟ احنا كقطاع سياحة على مستوى المديرية عندنا الكونت فيسبوك تاع المديرية، راه ينشط يعني بصفة تقريبا يومية، كل ما يكون هناك حدث أو تظاهرة فهناك عندنا من المكلف على مستوى المديريه يعني يسلط الضوء ويروج ويعلم الناس اكثر بما يدور حول هذه التظاهرات وما ينتج منها من اثار ايجابيه حول القطاع. ضف الى ذلك عندنا مؤسستين للترويج
هي سي دي سي تي سونتر دانفورماسيون دورينتاسيون توريستيك، ولكن نحن في انتظار ان يخرج القانون الاساسي تاعها باش تلعب دور تاعها كما لازم في التنشيط السياحي واعلام السائح سواء كان اجنبي او محلي. نعم سيد نور الدين النمار، الدولة اتخذت بعض الإجراءات التسهيلية ربما لدخول الأجانب إلى المناطق السياحية في الجنوب، هل هذا الإجراء كان أو ساهم في رفع أو إنعاش السياحة لديكم؟ طبعا احنا الدولة وفرت كل الإمكانيات سواء في الاستثمار سواء في الدخول الاجانب الى الجزائر، فالعامل الاساسي اللي راه الدوله مستثمرت عليه هو الجانب الامني. احنا كقطاع لمسنا ان الصحوه الامنيه ان صح التعبير في مناطق الجنوب، لان السائح يجي الى يزور المناطق السياحيه بطمانينه وبكل ارتياحيه، وكان مصالح الامن تلعب دورها كما لازم. دونك حنا كقطاع نثمنوا هذه المجهودات، لان السياحه ليس قطاع شخص او اداره او وزاره، بل هي قطاع يجب على كل شرائح المجتمع المشاركه فيه، ويبذلون كل المجهودات باش هذا القطاع يرقى الى المستوى المطلوب، لان اصبحت يوم السياحه ماشي تغير المفهوم القديم تاعها، اصبحت اليوم تدعى الصناعه السياحيه، ما بقاتش نعيطوا لها السياحه، لان القطاع السياحي من حيث المداخل راه ينافس القطاعات الكبرى في العالم، ينافس قطاع المحروقات وينافس قطاع السيارات، انتاج السيارات، وبالتالي ياتي في المرتبه الثالثه. كما ان كثير من البلدان تعتبر قطاع السياحه بمثابه العمود الفقري لاقتصادها. دونك حنا كقطاع سياحه على مستوى ولايه اضرار نثمنوا كل المجهودات التي تقوم بها الدوله من اجل الرفع من مستوى هذا القطاع حتى يلعب دوره كما ويساهم بصفه فعليه في التنميه المحليه. نعم، ربما سؤال اخير سيد نور الدين نمار، لاي شخص الان يرغب في زياره ولايه اضرار، ما هي اهم المناطق السياحيه التي تستهوي وتستقطب الحصه الاكبر من السياح؟ نعم، في الاضرار يعني لو كان نقدروا نحسبوا المواقع السياحيه ما نكملوش. أنا مهم للسيت فار، يعني المواقع السياحية الأكثر جذابة، نجد تم سخت يعني موقع سياحي امتيازي إن صح التعبير بمغاراته وبنمط معماري أصيل يتمتع به وعادات وتقاليد فريدة من نوعها لدى سكان أصليين لهذه المنطقة الغنية. زيد إلى ذلك منطقة طمنطيط، موقع سياحي لا يستهان به، لأن هي سبق وان كانت عاصمه فيتوات طمنطيط. زيد الى ذلك منطقه بوده المعروفه بكثبانها الرمليه وعادات وتقاليد تختلف اختلافا كبير مع باقي المناطق. في زمن قريب كنا نفتخر بتيميمون، تيميمون دركا راه انفصلت عنا. ما دام تيميمون ولايه مستقله فاحنا في اضرار لازم علينا ان نخلق البديل لتيميمون. هذا البديل اين نجده؟ نجده في تماسخت، في طمنطيط، في طيط، في اولف اللي معروفه بالاشجار الغابات المتحجره لبوا بيتيفيه. زيد الى ذلك عادات ثانيه وتقاليد ونمط عمراني اصيل فريد من نواهي، بدون ان ننسى السيت المعروف عالميا هو الفقاره اللي نجده فقط في أضرار المتمثل في نظام السقي التقليدي الأصيل. نعم، شكرا جزيلا لك سيد نور الدين نمار، إطار بمديرية السياحة بولاية أضرار أو مدير مصلحة، شكرا جزيلا على إثراء النقاش. بارك الله فيكم، شكرا.